اهلا بيكم مره تانية. حلقتنا النهارده بنبداها من لبنان مع سوريا ساره فرح اللي بترجع للاضواء بعد فتره غياب. من يومين ساره نشرت على صفحتها على انستغرام صوره ليها اثارت الجدل لان كل متابعيها شبهوها بالنجمه المصريه شيريهان. هي فعلا يا رميز كانت شبهها قوي في الصور. عامه احنا قابلنا ساره وكلمتنا عن اسباب غيابها وكمان اسباب رجوعها للساحه، خاصه انها راجعه بلوك جديد مختلف تماما. كلمتنا الفنانة سارة فرح عن غيابها عن ساحة الغناء. لأنه انحجزت بشركة إنتاج ما نفذت لي إنتاج، فقررت من بعدها أنه أنا ما بقى التزم بشركة إنتاج، ما بدها تقدم المطلوب للفنان، فاعتمدت على إنتاجي الخاص والميني ألبوم هو إنتاجي الخاص. وصرحت كمان ان السوشيال ميديا مهمه جدا. السوشيال ميديا بتنشر الاوجه الجديده ان كان فنان ولا غير فنان، عم بيكون في بابليك فيجر معروفين كتير. المحبه هيك بتجي لحالها مجرد ما شافك الشخص، اذا حسك قريب منه او صادق او حقيقي بحبك. ومؤخرا اثارت الجدل بصوره شبهها فيها البعض بالنجمه شيريهان. سارة مشغولة جدا بالتحضير لعمل جديد. عم بنحضر لميني ألبوم بإذن الله هيكون ريليس تبعه بواحد مارتش عيد ميلادي كونه مولودي الأول، وفي كليب لأغنية جديدة اللي هي عنوان الألبوم اللي هي تعري الهوى. ما رح يتأخر أكثر من جمالي. بشكر محبتكم واهتمامكم ومتابعتكم دائما، وتابعوا دائما أخباري إكسكلوزيف على محطة روتانا. اسعد